السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عندنا لا ليكتور الوحدة الثالثة الأسبوعان الثالث والرابع صفحتان 76 77. العنوان ديال النص لا شيفغ دو مسيو سوغان، ولكن قبل قراءة النص سنجيب عن أسئلة افون لا ليكتور. افون لا ليكتور قبل القراءة، هذه الأسئلة كنجاوب عليهم فقط من خلال الصورة ومن خلال العنوان ديال النص. La première question, quel est l'animal représenté sur l'image؟ لما هو الحيوان الممثل في الصورة؟ إذا بطبيعة الحال عندنا une chèvre، une chèvre يعني عنزة أو معزة. Donc l'animal، l'animal représenté sur l'image est une chèvre. L'animal représenté sur l'image est une chèvre. La deuxième question, quelle est la couleur de cette chèvre? ما هو اللون ديال هاد المعزة هادي أو لهاد العنزة؟ إذن هي اللون ديالها أبيض كيف ما كنشوفوا في الصورة، لونها أبيض. Donc la couleur de cette chèvre est blanche، يعني اللون ديالها أبيض. La couleur de cette chèvre est blanche. La question numéro 3. À quoi cette image te fait-elle penser؟ يعني بماذا تذكرك هذه الصورة اللي هنايا كنشوف هنايا واحد النهر، كنشوف واحد الطبيعة جميلة، كنشوف الجبال، إذا كتذكرنا بالبادية مثلا، ممكن أن نقول بأنها تذكرنا بالبادية لأننا كنشوف الطبيعة جميلة جدا. إذن cette image me fait penser à la campagne. Cette image me fait penser à la campagne. قلنا سؤال رابع. Quel est le titre de ce texte؟ Quel est le titre de ce texte؟ ما هو عنوان النص؟ العنوان ديال النص كيف ما قريناه في البداية la chèvre، نرجعلو la chèvre de monsieur Seguin. La chèvre de monsieur Seguin، هذا هو le titre du texte. وغادي نكتبوه le titre de ce texte est la chèvre de monsieur Seguin. هذا هو العنوان ديال النص la chèvre de monsieur Seguin. دابا غادي نمشيو ونقراو النص. هو نص جميل جدا، نص رائع، القراءة ديالو ممتعة. غادي نقراوه ونحاولوا نشرحوه. يعني هو نص كباقي النصوص اللي كاينين في هذا الكتاب هذا، يعني كلهم كل هاد النصوص اللي كاينين في هذا الكتاب هي جميلة جدا. لا شيفغ دو مسيو سوغان، يعني عنزة السيد سوغان. Quelle était jolie la petite chèvre de monsieur Seguin. يعني كم كانت جميلة عنزة السيد العنزة الصغيرة، la petite chèvre، العنزة الصغيرة لسيد سوغان. Quelle était jolie avec ses yeux doux. يعني كم كانت جميلة بعينيها الحلوتين أو اللطيفتين، ses yeux doux. Sa barbiche de sous-officier. يعني اللحية ديالها التي تشبه لحية ضابط. Sous-officier يعني لحية ضابط. La barbiche هي اللحية أو الذقن. Sa barbiche de sous-officier. Ses sabots noirs. يعني الحوافر ديالها اللي عندنا هنا. هذا الحوافر ديالها هو داك الجهة اللي كتزطم عليها، هذا الحافر. إذن هادو هما الحوافر ديالها لي سابو. Ses sabots noirs et luisants. يعني الحوافر السوداء، حوافرها السوداء واللامعة، et luisants، لامعة. Ses cornes zébrées. القرون ديالها المخططة بحال لو زبغ، الحمار الوحشي. يعني ses cornes zébrées، قرونها المخططة أو قرناها المخططين. Et ses longs poils blancs. وشعرها الطويل الأبيض. Et ses longs poils, le char blanc, l'abiat, qui lui faisait une houppelande. Li ken yinik dek char tawil l'abiat, dir bhel wahed l'ma'taf tawil tartadih. Yinik ma'taf tawil tartadih. Et puis, docile,
docile يعني مطيعه caressante حنونه se laissant traire sans bouger يعني انها كتخلي داك اللي غادي يحلبها داك الشخص اللي كي غادي يحلبها كتخليه يحلبها بدون ما تتحرك sans mettre son pied dans l'écuelle يعني بلا ما ترفس في داك الاناء اللي كيديروا فيه داك الحليب اللي كيحلبوا فيه يعني بلا ما كترفس فيه بلا ما كتضرب برجليها وكترفس داك الاناء اللي كيحلبوا فيه un amour de petite chèvre يعني حب عنزه صغيره يعني هي كانت يعني محبوبه جدا un amour de petite chèvre Monsieur Seguin avait derrière sa maison, يعني Monsieur Seguin كان السيد Seguin كان من الوراء ديال المنزل ديالو un clos واحد الحظيرة entouré يعني محاطة d'aubépine واحد الأنواع ديال النباتات. Il avait attaché la petite chèvre يعني كان رابطة ديك العنزة الصغيرة un pieu هو واحد الوتد un pieu au plus bel endroit du pré يعني في اجمل مكان من الحقل كان رابطها يعني دايرها في واحد المكان جميل au plus bel endroit du pré en ayant bien soin يعني وكان حريص de lui laisser beaucoup de cordes كان حريص باش انه يطول ليها داك الحبل يخلي ليها الحبل طويل باش انها تمشي ترعى يعني في المكان اللي بغات mais un jour ولكن ذات يوم elle se dit en regardant la montagne elle se dit يعني قالت في نفسها وهي كتشوف واحد الجبل وهي يعني ترى جبل Comment doit être bien là-haut يعني يعني كم سأكون في أحسن حال يعني في الأعلى إذا تواجدت في الأعلى là-haut يعني في الأعلى Quel plaisir de gambader dans la bruyère يعني يعني غادي تكون متعة غادي يا لها من متعة أن أمرح يعني أمرح وأقفز دون لا بروير هو واحد المكان اللي فيه الأزهار اللون ديالها بنفسجي وردي سون سيت موديت لونج لونج هو داك لاكورد الكردة لاكورد لعينة يعني بدون هذه يعني أن يعني شنو قالت كيل بليزير دو غومباردي دون لابغيير يعني سأكون سعيدة أو لها من سعادة أن أمرح وأقفز في هذا يعني في هذا الورود يعني المكان اللي فيه ديك الورود البنفسجية دونك لا بوغيير والمكان اللي فيه الورود البنفسجية والوردية سان سيت موديت لونج بدون هذا الحبل اللعين موديت لعين لونج حبل طويل كي فوز كورش لو كو اللي كيدبح او اللي كيجرح في العنق À partir de ce moment, يعني منذ هذا الوقت, à partir de ce moment, l'herbe du clos, يعني العشب ديال الحظيرة, lui parut fade, يعني كان كيجيها بدون طعم, كان كيجيها باسل. L'herbe du clos lui parut fade. Elle maigrit, يعني ضعفت, هزلت ونقص الوزن ديالها. Elle maigrit, son lait se fit rare, و شح حليبها أو لقل الحليب ديالها ما بقاش فيها الحليب بزاف c'était pitié de l'avoir tiré tout le jour sur sa longe يعني وكانت بحال كتشفق عليها منين كتشوفها يعني اليوم كله وهي كتجرف داك الحبل ديالها يعني بحال كتبغي تقطعو La tête tournait du côté de la montagne والرأس ديالها مدوره في الاتجاه ديال داك الجبل en faisant ma يعني كدير داك الصغاء ديالها كدير داك الصوت يعني بحال كدير ما تريستمون بحزن monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre يعني monsieur Seguin لاحظ مزيان بان العنزه ديالو
avec quelque chose بانها كانت مالها شي حاجه مي il ne savait pas ce que c'était ولكن ما كانش عارف شنو كان مالها غادي نوليو نديرو عاوتاني قراءه اخرى قراءه عاديه متانيه La chèvre de Monsieur Seguin. Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poil من طقوش هاد الجي والاس لون كنقولوا لون بوال بلون حتى هنا ما نطقوش السي اس نطقو بلون كي لوي فوزي اون او بلوند اون او بلوند اي بوي دوسيل كاريسونت سو ليسون ترير سون بوجي سون متر سون بي دون ليكويل Un amour de petite chèvre. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. Il avait attaché la petite chèvre à un pieu au plus bel endroit du pré. En ayant bien soin de lui laisser beaucoup de cordes. Mais un jour, il a pris une durée la liaison, mais un jour, elle se dit en regardant la montagne. Comme on doit être bien là-haut, quel plaisir de gambader dans la bruyère sans cette maudite longe qui vous écorche le cou. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. Elle maigrit, son lait se fit rare. C'était pitié de la voir tirer tout le jour sur sa longe. La tête tournait du côté de la montagne en faisant mais tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. دابا غادي نمشيو للصفحه رقم 77 باش نكملوا التمارين وبالنسبه لهاد ليستوار هادي ديال لا شيفر دو مسيو سوغان كننصحكم باش انكم تكملوها يعني تقراوها من البدايه حتى الاخير لانها فعلا قصه شيقه ومفيده جدا. Pendant, la chèvre de Monsieur Seguin, pendant la lecture, je lis et je comprends. La première question, que décrit-on dans le texte? Que décrit-on dans le texte? Donc, la chèvre de Monsieur Seguin, l'enza de Seyyid Seguin. Donc, on décrit dans le texte, donc on décrit dans le texte, la chèvre de Monsieur Seguin, donc on décrit dans le texte la chèvre de Monsieur Seguin. La question numéro 2. Comment la chèvre de Monsieur Seguin était-elle? Qui fait qu'elle العنزة ديال سيد سوغان لان يعني كيبقى لنا الاختيار مثلا نقدروا نقولوا يعني كانت جميله كاريسونت حنونه تريست حزينه بلونش بيضاء الى غير ذلك
او يمكن لينا مثلا غادي نجيو لهنايا لهاد النص وغادي نكتبو من هنايا، غادي نكتب من هنايا من elle était jolie avec ses yeux doux sa barbiche de sous-officier ses sabots noirs et luisants ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. يعني حد هنايا يعني نبدا من elle était jolie حتى لهنايا او نديرو يعني غير كلمات اللي كتشير كيف كانت، يعني كيبقى الاختيار يعني يعني ما محدودش يعني اللي بغينا كنديروه. دونك غادي نمشيو لا كاستيون نيميرو 3. Quelle était la couleur de cette chèvre? Quelle était la couleur de cette chèvre? يعني كيفاش كان اللون ديال هاد العنزة هادي؟ دونك sa couleur était blanche. كانت بيضاء. Sa couleur était blanche. يعني كان اللون ديالها ابيض. La question numéro 4. Comment ses cornes étaient-elles? يعني كيفاش القرنين ديالها كانوا؟ كيف كانوا القرنين ديال هاد العنزة هادي؟ طبيعة الحال كانوا سي كورن اتي زيبغي، يعني مخططة بحال ان زيبغ. لا كيسيون نيميرو 4 سي كورن اتي زيبغي، يعني خاصني واحد الار زيبغي. دونك سي كورن اتي زيبغي، كانت القرون ديالها مخططة او القرنين ديالها كانا مخططين. La question numéro 5. Pourquoi était-elle un amour de petite chèvre? يعني لماذا هي كانت محبوبة؟ يعني كانت حب عنزة صغيرة. لماذا كانت محبوبة؟ Donc, elle était un amour de petite chèvre car elle était docile, لأنها كانت مطيعة, caressante, حنونة, se laissant traire. يعني كانت كتخلي هذاك المسيو سوكان كان كي كانت كتخليه يحلبها بدون ما ترفسلو في داك الوعاء الى غير ذلك. ونديرو 3 بوين، يعني انها كانت عندها بزاف ديال المميزات. دوسيل حن دوسيل مطيعه كاريسونت حنونه se laissant traire traire، يعني كي كتخلي لي يحلبها. لا كيسيون نيميرو 6. او Monsieur Seguin a-t-il attaché sa chèvre? يعني فين كان ربطها؟ فين كان Monsieur Seguin فين كان ربط هذيك العنزة ديالو؟ كان ربطها وراء المنزل. Donc il a attaché ou bien dire Monsieur Seguin a attaché ou bien il a attaché sa chèvre derrière sa maison وراء المنزل ديالو dans un clos يعني في واحد الحظيرة entouré دوبيبين يعني في واحد الحظيرة اللي محاطة بديك واحد النوع ديال النباتات. لا كيسيون نيميرو 7. Pourquoi la chèvre de monsieur Seguin était-elle devenue maigre et triste? لماذا أصبحت عنزة سيد سوغان أصبحت هزيلة وحزينة؟ لانها كانت تريد ان تذهب الى الجبل، لانها كانت كتشوف داك الجبل وكانت كتطلع لداك الجبل وكتقول مصاب ولو كان كنت تما ونلعب ونمرح ونرعى يعني بحريه، انها ما كانتش باغيه ديك الكرده تكون حول العنق ديالها. دونك elle est devenue maigre et triste، يعني اصبحت هزيله وحزينه. Parce qu'elle voulait aller à la montagne. لأنها كانت تريد الذهاب إلى الجبل. Gambarder et être libre. يعني أن تقفز وتمرح وتكون حرة. Être libre وتكون حرة. نمشيو je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. La question A. Je complète le tableau suivant. أتمم الجدول التالي. إذن غادي نشوفو هاد الجدول هذا عندنا تيتر دو تكست عنوان النص. بطبيعة الحال لا شيفغ دو مسيو سوغا غادي نكتبو العنوان ديال النص لا شيفغ، نحاولو نقادوها هنا لا شيفغ دو مسيو وغادي نكملوها هنايا حيت ما غادي قداتنيش تما مسيو سوغا. الاس غادي نديروها خصنا نديروها ماجيسكول لان هذا سي ان نوم بروبر. اوتور يعني هنايا كنخصني نديرها ماجيسكول. اوتور هو الكاتب ديال هذا النص هذا اللي هو
الفونس دودي اللي هو الفونس دودي. غادي نرجع لهنايا باش نوري لكم. هنايا الفونس دودي هذا هو الكاتب ديال هذا النص، هذا هو لوتور الفونس دودي. الفونس دودي بقى ليا لو تيب دو تيكست، يعني النوع ديال هذا النص. هذا سيت ان تيكست ديسكريبتيف، هو نص كيوصف لينا وصف لينا هذيك لا شيفر دو مسيو سوغ، يعني وصفها لنا بوصف دقيق. وصف لينا ايضا المكان اللي كانت كتواجد فيه الى غير ذلك. دونك سيت ان تيكست ديسكريبتيف، تيب دو تيكست ديسكريبتيف. B, la question B, j'écris une phrase pour décrire, يعني اكتب جملة لكي أصف les sabots de la chèvre. غادي نوصفو الحوافر ديال هذيك العنزة. إذا الجملة اللي ممكن نكتبو مثلا، غادي نكتبو les sabots de la chèvre sont، يعني كيف ما عندنا في النص sont noirs et luisants. les sabots de la chèvre، يعني الحوافر ديال العنزة، sont noirs، يعني الحوافر ديالها اللون ديالهم اسود، ولامع الويزون. point. غادي نوصفو دابا لا باربيش دو لا شيفغ، اللحيه او الذقن ديال اللحيه ديال العنزه. اذا عندنا سا باربيش دو سوز اوفيسي، يعني هنايا اللحيه ديالها دايره بحال لحيه ضابط. اذا غادي نكتبو لا باربيش دو لا شيفغ، لحيه العنزه. لا باربيش دو لا شيفغ، يعني هنايا كتشوفوا بان شحال من حاجه، يعني شحال من كلمه اللي غادي نستافدوها من هذا النص، هذا من هذا الوصف ومن هذا النص، يعني بزاف ديال الكلمات وبزاف ديال المصطلحات المهمه. دونك لا باربيش دو لا شيفغ. لذلك كنصحكم باش انكم تقراو القصه كامله دو لا شيفغ، لا باربيش دو لا شيفغ. اذا غادي نديرو مثلا، ممكن نديرو لا باربيش دو لا شيفغ اي كوم، اي كوم تشبه مثلا، اي كوم سيل، اي كوم سيل دان سوز اوفيسي، يعني تشبه لحيه، يعني تشبه لحيه هاد السيل. بلا ما نقولو نعاودو اي كوم لا باربيش، غادي نديرو سيل تشبه تلك اللي عند لو سوز اوفيسي، يعني عند الضابط. كوم سيل دان سو زوفيسي، غادي نكملوها هنا سو زوفيسي. لو كاركتير دو لا شيف، غادي نوصف الكاركتير ديال هذيك المعزة مثلا، كيفاش دايره في الكاركتير ديالها، كيف ما شفنا دوسيل كاريسونت، يعني مطيعه وحنونه الى غير ذلك. دونك غادي مثلا غادي نكتبو elle était ou bien la chèvre était، او لا نديرو elle c'est la même chose، la chèvre نديرو la chèvre، la chèvre était par exemple، غادي نديرو docile، دوسيل او نديرو اوبيسون سي لا ميم شوز. الا درنا دوسيل صحيح، درنا اوبيسون حتى هي صحيح، نديرو دوسيل بحال اللي عندنا في لو تيكست اتي دوسيل، جونتي او بيان عاوتاني نديرو كاريسونت حنونة. جونتي نقدرو نديروها ظريفة، بيان امي محبوبة، يعني هادي كلها مواصفات ديال الكاركتير ديال هاد لا شيفغ. هادي نقدروا نزيدو
se laissant traire, كتخلي اللي يحلبها se laissant traire. يعني هنا كنوصفوا الكاركتير ديالها se laissant traire etc. J'enrichis mon lexique orni معجمي. عندنا ou plante يعني par-dessus ou bien long montant يعني معطف طويل. عندنا pieux اللي هو قلنا واحد الوتد pièce de bois واحد القطعة من الخشب qui est pointue اللي كتكون حادة par un des bouts يعني من حادة من احد الطرفين et qu'on emploie à divers usages واللي كنستعملوها عدة استعمالات divers usages يعني عدة استعمالات او استعمالات مختلفة divers usages يعني استعمالات مختلفة وعندنا longe هي long cord يعني حبل طويل longe long cord عندنا gambade faire des gambades des sauts يعني كدير قفزات بمرح يعني كتقفز وهي تمرح je lis à haute voix اقرا بصوت مرتفع هنايا علاش درينا هاد الاسهم هادو باش كنشوف الفصيله الفصيله كنوقف غير شويه ملي كتكون عندي بوين كنوقف اكثر et puis هنا غادي نوقف غير شويه et puis docile caressante se laissant traire sans bouger se laissant traire sans bouger sans mettre son pied dans l'écuelle هنا غادي نوقفو Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. ولكن ما كانش عارف شنو كان يعني كان كان لاحظ بان ما لها شي حاجه ولكن ما عرفش شنو هي غادي ندوزو après la lecture بعد القراءه Je relève dans le texte à Sakhrejmina Nas A. Le lexique relatif à la description d'un animal. Al-Mu'jam al-Murtabit bi wasf hayawan. يعني من خلال النص بطبيعة الحال غادي نخرجوا كاع المعجم اللي هو مرتبط بالوصف ديال الحيوان. من بين المعجم اللي ممكن نخرجوا. Donc après la lecture, je relève dans le texte A. Le lexique relatif à la description d'un animal, عندنا yeux, لأن هنايا كنقول les yeux, ولكن إلا كانت بوحديتها ما غاديش نقول yeux, غادي نقول yeux, العينان, عندنا دو, لطيفتين أو لناعمتين أو لحلوتين, barbiche, لحية, sabot, الحوافر, noir, سوداء, luisant, لامعة, كورن القرون او القرنان زبغي مخططه لون طويله بوال شعر بلون ابيض دوسيل مطيعه كاريسونت حنونه الى غير ذلك يعني هادو هما الكلمات او المعجم المرتبط بالوصف ديال الحيوان يعني كان وصفنا العينين ديالها وصفنا اللحيه ديالها قلنا دي زيو دو قلنا باربيش دو سوز اوفيسيي قلنا سابو نوار الويزون كورن زبري قلنا لون بوال بلون وقلنا وصفنا الكاركتير ديالها دوسيل كاريسونت الى غير ذلك دابا غادي ندوزو البي les adjectifs qualificatifs غادي نخرجوا من النص je relève dans le texte les adjectifs qualificatifs النعوت الموجوده في النص نعت عندنا بزاف ديال النعوت علاش لان هذا سيت ان تيكست ديسكريبتيف يعني كيوصف بطبيعه الحال غادي نلقاو بزاف ديال النعوت باش غادي نوصفو كنوصفو بالنعوت يعني كنستعمل النعت باش كنوصف يعني من طبيعه الحال اننا غادي نلقاو في ان تيكست ديسكريبتيف كيتصف بان فيه بزاف ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف دونك لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف عندنا جولي دو حلوتين او لطيفتين مثلا نوار حتى هو ادجيكتيف زيبري مخططتين لون طويله بلون بيضاء لويزون لامعتان او لامعه كاريسونت docile, petite, عندنا maudite, لعين, وعندنا حتى rare, نقدر نزيدوها هنا, هي باقا لنا واحد البلاصة, rare يعني قليل, rare.
Je vous d'abord la phrase, la question numéro C. Les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Nous n'avons pas beaucoup de verbes qui sont utilisés dans le présent de l'indicatif. Nous avons seulement 3. Les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Donc, les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Nous avons se dit, yani taqoulou fi nafsiha. وعندنا دوا وعندنا اكورش اكورش يعني يذبح ولا يحز ولا بحال هكا ولا كيجرح اكورش عندنا ثلاثه ديال الافعال كي سون او بريزون دو لانديكاتيف بقى لينا دابا بقات لينا لا دوزيام كاستيون جو دي سو كو جي ابريسيي دون سو تيكست ان جوستيفيون ما ريبونس اقول يعني ماذا اعجبني في هذا النص معللا جوابي ان جوستيفيون ما ريبونس معللا جوابي إذا ممكن يعني هو النص كامل جميل جدا وكله يعني زوين دونك ممكن نقولو جي ابريسي عجبني جي ابريسي لا ديسكريبسيون ديتايي عجبتني داك الوصف الدقيق المفصل لا ديسكريبسيون ديتايي دو لا شيفر دو مسيو سوغان يعني عجبني داك الوصف الدقيق ديال العنزة ديال السيد سوغان Et le paysage formidable où elle vit. Où je venais avec le mandat, le jamil, le raï, car j'aimerais bien être dans cet endroit. Yani, n'brin kun avec le mekan. Dans cet endroit, n'brin kun avec le mekan. Et malgré tout cela, yani, ou, barram min had chi kamel, yani, min had le mandat, le jamil, elle a refusé de vivre. Ainsi, يعني, رفضت أن تعيش هكذا avec une corde à son cou يعني بواحد الحبل اللي هو في الحبل في العنق ديالها يعني رغم أن كان متوفر لها كل شيء العشب وإلى غير ذلك المناظر الطبيعية ولكن رفضت أنها تعيش في هذا الشيء كامل لأن كان داك الحبل مربوط في العنق ديالها يعني كانت باغية الحرية ديالها يعني كانت تفضل الحرية هكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا رقم 76 77 إلى حصة مقبلة إن شاء الله شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء